العاشرة مساء بتوقيت أسمر مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. من الفضائيات الإريترية أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذا المساء. أبدأ لكم بعناوين النشرة. تنظيم مهرجان الإريتريين المقيمين في بريطانيا. إريتريا تشارك في مؤتمر الكوميسا التجاري. تقييم مكتب وزارة العمل والضمان الاجتماعي في مصوع. المناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية وأمريكا ماضية قدما. تطبيق خدمات الخطوط البريطانية إلى القاهرة. وتعبئة كبيرة لمكافحة حريق استثنائي في البرتغال. كانت تلك عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل يقرأها على حضراتكم نور الدين خليفة. افتتح مستشار فخامة الرئيس السياسة فورقي السيد يمان قبر أب في 20 يوليو الجاري المهرجان 18 للإريتريين المقيمين في بريطانيا بمراسم رائعة، وحفلت بحضور رئيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تقاء تسفا ميكائيل وسفير إريتريا في بريطانيا وأيرلندا الشمالية السيد استيفانوس حبتا مريم. وحيث أن المهرجان المنظم في العاصمة البريطانية لندن الذي لا زال مفتوحا لليوم الثاني يشتمل على فقرات غنائية وفنية يقدمها كوكبة من الفنانين الإريتريين وفرق فنية تابعة لدول الجوار وسمينارات حول الأوضاع الراهنة وقرية الابتكارات وبرنامج شنغروا وقرية الأقاليم يشارك فيها الإريتريون من مدن مانشستر وبرمنغهام ونوتنغهام وكونفنتري وأربعة أقاليم من العاصمة لندن بالإضافة إلى جمعية المناضلين. وتفيد المعلومات الواردة بأن البرنامج المتميز الذي قدم عبر أعضاء الخدمة الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي وبدء الخدمة الوطنية أضفى على فعاليات المهرجان الكثير من الروعة والجمال. وقد عكست قرية أعضاء الخدمة الوطنية الحياة اليومية في سروة وهي مسترجعة للذكريات والقيم المنشأة عبر برنامج الخدمة الوطنية ودور أعضاء الخدمة الوطنية في حماية السيادة وبرامج إعمار البلاد. وفي سيمينار الذي عقده مستشار فخامة الرئيس السيد يماني قبر أب قدم توضيحا مفصلا حول الأوضاع الراهنة في البلاد وتطورات الإقليمية التي عقبت وكذلك تطور اتفاق السلام والتعاون الموقع بين إريتريا وإثيوبيا منذ عام مضى والتأثير الإيجابي الذي خلقه في منطقتنا إضافة إلى المساعي الدبلوماسية والنجاحات التي لا زالت تحقق من حين لآخر والبرامج التنموية التي شرع في تنفيذها وغيرها من البرامج والموضوعة للتنفيذ والمشاركة الفعالة للمواطنين في البرامج الوطنية. من جهتها قدمت رئيسة اتحاد المرأة السيدة تقاء تسفا ميكائيل تنويرا للقائمات بأعمال فرع اتحاد المرأة في بريطانيا بعنوان المرأة بالأمس واليوم، تركز حول دور المرأة دارة الكفوءة والرشيدة والقيادة الحكيمة في تنفيذ البرامج العلمية والمواضيع الأخرى التي تتماشى إلى جانبه. كما طرح الشباب المقيمون في بريطانيا الذين يتأهبون للمساهمة بالمعرفة المهنية التي يتقنونها في برنامج إعمار البلاد وكفاءة المؤسسات بالتردد إلى بلادهم لنقل التقنيات المواكبة للتكنولوجيا العالمية، طرحوا برامجهم وتجاربهم على المساهمين في المهرجان. شاركت البلاد في مؤتمر الأسواق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا كوميسا للتجارة المسمى بسوروس 21. وشارك وفد إريتريا في المؤتمر الذي نظم في الفترة من 17 حتى 21 يوليو الجاري برئاسة سفير إريتريا في كينيا السيد بيانيرو سوم. وحضر في مراسم الافتتاح رؤساء كل من كينيا الرئيس أوهورو كينياتا وموريشيوس الرئيس براماسفيم بيلاي وزامبيا الرئيس إدغار لونغا ويوغندا الرئيس يوري موسيفيني وكذلك وزراء الدول الأعضاء في الكوميسا. وبحث المؤتمر عددا من المواضيع المهمة تركزت حول أهمية التعاون لتلك الدول من أجل تطور الترابط التجاري والاقتصادي ودور الحكومات في التقدم والدفع بالأنشطة التجارية وأهمية بناء الثقة والوضوح في الشراكة التجارية ومستقبل الزراعة والصناعة. أوضحت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤل قبر أب بأن الدعم المقدم للمحتاجين والمعاقين يجب أن يكون بوسيلة تزيل الاتكالية وتنمي الانتاجية وتقوي ثقافة العمل.
وجاء ذلك في الاجتماع التقييمي لمكتب الوزارة الذي عقد يوم 19 من يوليو في مصوعة، قائلة إن المبادرة الشبابية في إقليم شمال البحر الأحمر لإعالة ودعم أسر الشهداء تعتبر مثالا جيدا وسيتم إدخالها في الأقاليم الأخرى. وذكرت الوزيرة أن متابعة أوضاع المعاقين المحتاجين ومستوى معيشتهم هي مسؤولية عمل الوزارة في المديريات، مشيرة إلى النتائج الإيجابية لأنشطة المجتمع والشركاء لحماية حقوق الأطفال ومساعدة المصابين بالإيدز، ودعت في الوقت ذاته للعمل الجاد في المديريات لتعزيز متابعة وزارة العمل والرعاية الاجتماعية لضمان حقوق العمال وسلامتهم والحل السريع لخلافات أصحاب العمل والعمال. وأفاد التقرير المقدم في الاجتماع بأن نسبة تنفيذ 60% من برامج الوزارة في إقليم شمال البحر الأحمر لعام 2019 لسلامة العمال ومساعدة المحتاجين وتأهيل المعاقين وغيرها. كما ذكر الاجتماع بأن حياة الترحال الرعوية أصبحت معيقة لمساعدة المحتاجين، موصية لتقديم إعانة أسر الشهداء للأسر التي تأتي إلى مصوع من مديريات قلعلو وشعب وفرو في أماكنها، والدفع بالأنشطة المجتمعية لتأهيل المعاقين والقيام بالدراسات بشأن المسنين والمحتاجين. وضعت إدارة إقليم عنسبة خارطة عمل في التقييم نصف السنوي الذي أجرته في 18 من يوليو بهدف تحقيق نتائج أكبر. وقيم الاجتماع الذي عقد في مدينة كرن مميزات وقصور العمل في مجالات الزراعة والخدمات الاجتماعية والتنمية المعمارية والسياحية وتنظيم المعلومات الإحصائية والثقافة والرياضة والتجارة والصناعة والمعادن ومجالات أخرى. وأشار الاجتماع إلى تشييد 10 سدود صغيرة في 6 مديريات بالإقليم بأكثر من 25 مليون نقفة، وتنمية مساحة حوالي 7000 هكتار بأمطار الربيع، ومساحة أكثر من 760 هكتارا بالخضروات، وتنمية التمور في مساحة حوالي 58 هكتارا. وفي مجال البناء أوضح عن القيام بأعمال المسح والتخطيط في فلفلة وهبروت عدا ودكم حري وعلى برعد وحقات وحلحل وأسماط، إضافة إلى إجراء المسح لمشروع مياه حقات ودراسة حماية الآثار. وأوصى الاجتماع للاهتمام بمؤسسات الخدمات المحتاجة للصيانة وتحصيل ضريبة الأرض وتعرفة الخدمات في وقته والبدء برش المبيدات سريعا على الآفات الزراعية. ودعا حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود في الختام لتقديم معلومات دقيقة وواضحة في أوانها للمعنيين بشأن التطورات الزراعية وتنفيذ حماية التربة وحفظ المياه بالدراسات والدفع به في مديريتي أسماط وهبرو، وتعزيز دور المجتمع لصيانة الطرق والقيام بدراسة طريق قلب شعب وبناء طريق محلاب قلب بالنفير، بالإضافة إلى دراسة الإدارات لقدراتها البشرية وتطويرها. دعا الشباب العمال في مديرية صنعفي لزيارة الدفاعات الموجودة في مختلف أنحاء البلاد التي شهدت البطولات والتضحيات في النضال التحرري والدفع عن السيادة وترميمها. جاء ذلك خلال زيارة الشباب لدفاعات جبهة زالمبسة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس ساوى وبدء الخدمة الوطنية. وأوضح المقاتلون الذين شاركوا في معارك الجبهة لإفشال غزو الوياني عن البطولات التي شهدتها الجبهة أن 80% من أفراد قواد الدفاع في الحرب كانوا من الخدمة الوطنية، مشيرين إلى أن البطولات التي ظهرت تعكس دور ساوى وبرنامج الخدمة الوطنية لنقل قيم الثورة. وذكر الزوار بأنهم لمسوا بأن كل شبر من أرض الوطن يحتوي تاريخا بطوليا، مشددين على أهمية توريث التاريخ إلى جانب الحفاظ على البرامج التنموية. عقد مكتب التعليم في مديرية عدخلاء اجتماعا في يوم 11 والثاني عشر من يوليو للتعرف على مصاعب العملية التعليمية وحلها. وأوضح مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ تسفاي سباتو في الاجتماع الذي شارك فيه المدراء والمشرفون التربويون نتائج الطلاب في المراحل التعليمية الثلاثة في العام الدراسي 2018-2019، داعيا لتعزيز جهود أولياء الأمور والمعلمين من أجل تحقيق نتائج أفضل.
وبحث الاجتماع تحديات العملية التعليمية ومميزاتها، موضحا بأن الأسباب الرئيسية لعدم نجاح الطلاب هو تدني اهتمام الطلاب وعدم متابعة أولياء الأمور، مما يتوجب التوعية لحل المشكلة. وأشار مسؤول التعليم الأساسي في مكتب التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ تولد أبرهاء إلى أهمية الاجتماع والقضايا التي بحثها، داعيا للتعرف على جوانب ضعف الطلاب والعمل لحلها لتقوية النتائج والدفع بها قدما. وتوجد في مديرية عد خولة 36 مدرسة تتراوح ما بين رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. تخرج في 13 من يوليو الجاري في مديرية تسنيم 223 شابا بعد تلقي التدريب المهني في مجالات الإسعافات الأولية وفن الرسم والإلكترونيات. وقد تخرج 168 بالإسعافات الأولية و26 بفن الرسم و29 بالإلكترونيات بعد دراسة امتدت لثلاثة أشهر. وأوضح مسؤول المشاريع في فرع الشباب بإدارة إقليم القاشبركة الشاب دانيال أبرهاء عن فتح فرص الحصول على القروض للدارسين. من جهته أكد مدير مديرية تسنا السيد سيوم جبريسوس بأن إدارته ستدعم الشباب بالتطبيق المعرفة المهنية التي اكتسبوها. وتشير مستندات الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا فرع تسنا إلى أنه تم تقديم دورات تدريبية خلال السنوات الأربعة الماضية لأكثر من 500 شاب. مشاهدينا الكرام، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير ووافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم. قال مسؤول كبير في كوريا الجنوبية إن المناورات العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة ستمضي قدما الشهر المقبل وفقا للمقرر، نافيا مزاعم بيونغ يانغ بأنها ستمثل انتهاكا لاتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون. وقالت تشو جونغ كون المسؤول عن التخطيط للسلام بفريق الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن للمنتدى الاستراتيجي السنوي لمعهد إسبن إن طبيعة المناورات ليست هجومية وتهدف لتعزيز التحالف. وقالت تشاو في وقت لاحق إن المناورات المقررة الشهر المقبل ستشمل في معظمها محاكاة بالكمبيوتر وليس نشر جنود على الأرض. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية قال سابقا إن ترامب أكد في اجتماعه مع كيم الشهر الماضي إن المناورات المشتركة ستتوقف، في مضيفا أن قرار إجراء المناورات سيمثل انتهاكا واضحا لاتفاقيات بين الزعيمين التي أعلنت في قمة بسنغافورة العام الماضي. استأنف شركة الطيران الألمانية لوفتانزا رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام يوما واحدا رغم استمرار تعليق الخطوط البريطانية جميع الرحلات إلى العاصمة المصرية لمدة أسبوع كإجراء احترازي. وأخطرت الشركة البريطانية جميع الركاب الذين كانوا على وشك الصعود إلى رحلة من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهرة بإلغاء الرحلة وعدم وجود رحلات بديلة لمدة أسبوع. ولم تحدد شركة الطيران أن البريطانية طبيعة المشكلة الأمنية وراء قرارها. وكانت لوفتانزا قد ألغت رحلتين مقررتين إلى القاهرة السبت من مدينة فرانكفورت وميونخ. ومن جانبها أكد رئيس سلطة الطيران المدني المصرية الطيار سامح الحفني أن السلطة تلقت إخطارين من الخطوط الجوية البريطانية وخطوط لوفتانزا الألمانية تطلب وقف الرحلات إلى القاهرة لأسباب أمنية وفقا لرؤيتهم. كافح أكثر من 1000 رجل إطفاء 3 حرائق تجتاح وسط البرتغال، ما دفع السلطات لإخلاء القرية جزئيا. وأسفرت الحرائق عن عصابة 8 أشخاص بينهم واحد وصفت إصابته بالخطيرة. وتصعب الرياح العاتية على رجال الإطفاء إخماد الحرائق التي بدأت في كاستيلو برانكو الواقعة على بعد 225 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة لشبونة.
وقالت هيئة الحماية المدنية في البرتغال إنه تم إخلاء قرية واحدة جزئيا كإجراء احترازي، وأضافت أنه تم نقل شخص بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في لشبونة مصابا بحروق من الدرجة الثانية، كما أصيب 7 من رجال الإطفاء. وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا في بيان إنه يتابع الموقف عن كثب، وعبر عن تضامنه مع المنكوبين. بعيدا عن مظاهر الحياة الروتينية، تحررت مدينة بوريونغ الساحلية في كوريا الجنوبية بعدما أغرقها الوحل، حيث تجمع سكانها مع زائرين من كافة أنحاء البلاد هذا الأسبوع للعب في الوحل والمشاركة في المهرجان السنوي للطمي. وشمل المهرجان عدة أنشطة، منها مصارعة الطمي وتبادل المشاركين سكب دلاء مياه موحلة على بعضهم البعض والتزلج على الطمي. وأقبل السكان على الحضور هربا من حرارة الصيف التي تجاوزت 30 درجة مئوية، حيث استخدم الطمي للتبريد والحماية من الحر. وتقيم مدينة بوريونغ التي تبعد نحو 190 كيلومترا جنوب غربي العاصمة سيول هذا المهرجان للعام 22، حيث أنه لا يقتصر على الترفيه فقط، نظرا لأن للطمي فوائد مميزة في إنعاش البشرة وإطفاء النعومة عليها حسب ما أفاد المنظمون. ويستمر مهرجان الطمي حتى 28 من شهر يوليو الحالي. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإيترية، تحية لكم وإلى اللقاء.